أول حاجة الموضوع بتاع أهمية البيانات في رسم السياسات. احنا دايما بنقول ان وزارة التخطيط والحكومة المصرية بتعتمد على رسم السياسات يعني بالأثر، يعني بمعنى ان ازاي ان انا ارسم السياسات قائمة على تقدير أثر السياسات، لأن مفروض أن السياسات تكون مبنية على حقائق، مفروض تكون مبنية على بيانات. فده الاتجاه لوزارة التخطيط واتجاه الحكومة أن يكون رسم السياسات قائمة على هذا الموضوع، لأن هيبقى فيه مصداقية، هيبقى فيه احترافية، هيبقى فيه أسلوب علمي في رسم السياسات. فده واحد. اتنين، احنا بنأكد على الشراكة في التنمية، مش بس الدولة، هي الدولة عبارة عن حكومة وقطاع خاص وأكاديميين ومجتمع مدني. احنا بنأكد على أهمية إن العملية التنموية والمجهودات التنموية إن هي ما تكونش بس قائمة على الحكومة أو مبنية على الحكومة، لا، دي مسؤولية تشاركية فيها قطاع خاص، فيها مجتمع مدني، فيها أكاديميين. فلقاء زي كده ومؤتمر زي كده بيجمع كافة شركاء التنمية في إن هم يقدروا إن هم يرسموا السياسات الصح التنمية في مصر. تالت حاجة، موضوع حكاية أهمية إتاحة البيانات. الموضوع ده مهم جدا، إن البيانات علشان إحنا نقدر إن إحنا نتقدم، نقدر إن إحنا نشوف تأثير أي سياسات، لازم يكون عندنا بيانات ولازم تكون متاحة للجميع، كأكاديميين، كقطاع خاص، كمراكز بحثية، لأن ده بيثري العملية التنموية في مصر، وبيقدر إن إحنا يدينا يعني توجهات صحيحة إحنا نمشي في أي اتجاهات.